حته جمعه النور شارع المصطفى، شارع المصطفى منزل الاستاذ رجب في التربيه والتعليم. منزل الاستاذ رجب في التربيه والتعليم. ايه المشكله بالظبط؟ المشكله ان انا ليا سكن تبع مجلس مدينه المنيا تبع الرعايه ومحدش كلمني اي حاجه، ورقم النادي في محمد اسم نادي 27. كل ما اروح يقولوا بكره بعد بكره بعد مطروحين معانا لغايه المحافظ كله بيعمل تليفون يوقف يوقف. اروح المحافظ طبعا تستدعي المحافظه عشان حد يخلينا جنب المحافظ شخصيه من الشافه واكلمه مفيش داعي. اروح مجلس المدينه العمال تزعق وانا راجل اتكتب مريض وبقعد عليه وعدت اكثر من اكثر الطلبات للسيد محمد مرسي رئيس الجمهوريه ما حدش رد عليا، وجدتك للسيد المحافظ ما حدش رد عليا، وانا نايم انا واولادي في الشارع. حضرتك هنا من امتى؟ اول يوم النهارده؟ انا دي لي 3 ايام هنا عشان شويه العلاج.